محرومين تقريبا، رصدتهم تقريبا قد ايه حضرتك؟ اديتني منطقه واحده 750,000 طبعا. لا لا انا حصرت بقى حضرتك محتاجين قد ايه. لقيتني محتاج 33,000 فصل. دول تكلفتهم ما يقرب من 10 مليار جنيه. دول على مستوى الجمهوريه. 33,000 نضرب مثلا في 40 45، 33,000 فصل دول اضربهم مثلا في متوسط قول 50 يا سيدي حتى 50. ولا 45. فانت حضرتك بتتكلم في كام؟ بتتكلم في حوالي 1.5 مليون ولا ما يقرب من 1,750,000 ولا حاجه. نعم حاجه زي كده. محرومين. اتفضل يا فندم. ما عندهمش مدارس بالشكل اللي انت اتفضل. المهم يبقى ده محور الاولاني. كان لازم بقى نشوف هنحل ده ازاي. هنجيب بقى فلوس منين؟ بدايه الحكومه هي المسؤول الاول عن توفير التعليم طبقا للدستور المجاني لكل ابناء الشعب لغايه سن 18 سنه اللي هو التعليم الاساسي او التعليم الالزامي. وبالتالي هنا الحكومه لا تتخلى عن مسؤوليتها. علشان كده احنا اتكلمنا مع الحكومه، ده الوضع، عرضنا هذا الكلام على مجلس الوزراء الموقر وقلنا لهم ده الوضع اللي موجود وده بالارقام اهو ودي حاجات محصوره وبالاماكن، وبالتالي المساله يعني واضحه علشان نعرف نحل بقى. مجلس الوزراء الموقر عايزين ايه؟ قلنا لهم والله عايزين تعرفوا لنا الميزانيه المخصصه لبناء المدارس. يعني برضه عشان نبقى محددين برضه في اللي احنا بنطلبه. ما بنطلبش مضاعفه موازنه وزاره التربيه والتعليم. موازنه وزاره التربيه والتعليم من اكبر الموازنات. ولكن انا عندي برضه معلومه جانبيه كده، في وزاره التربيه والتعليم ما يقرب من 2 مليون معلم واداري واخصائي، يعني ثلث الجهاز الاداري للدوله. مرتباتهم قد ايه في السنه؟ دول مرتباتهم بتمثل حوالي 86% من موازنه وزاره التربيه والتعليم. مرتبات؟ مرتبات ومكافئات وامتحانات. 86% من حوالي 680% من موازنه الوزاره. 14% لل بقيت انا بشتغل بقى في 14% تانيين بقى اللي انا بطور بيهم وبعمل بيهم وحاجات كده. يبقى اذا هنا كان احنا بنتكلم في امور محدده، عشان احنا بنقول احنا لنا برنامج واضح ومحدد وبالارقام وبالمدد الزمنيه ونقدر نتسائل على اللي احنا بنفرضه على نفسنا. لان احنا حددنا لنفسنا حاجات نتسائل عليها. فسيادتك طلبت زياده في الجزء المخصص لبناء المدارس. للبناء. ده انا عايزه يبقى متضاعف اكتر من مره. الوزاره الحكومه مشكوره ضعفت لنا المبلغ ده في الموازنه اللي هتبقى بتاعت 16 17. هيبقى كام؟ كان كام يعني؟ انا بس كنت باخد جنيه هاخد 2، باخد 10 هاخد 20. رئيس الوزراء النهارده قال 6 مليار. ما هم دول حضرتك بقى مضاعفين كده، مضاعفين. كانوا 3 هيبقوا 6 بالظبط كده. هم كانوا 2.7 الحقيقه بقوا 6. تمام كده؟ نعم. ده الجزء الحكومي. دول مش زياده المرتبات. لا 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 دول نبني بيهم. لا ده عشان ابني بيهم حضرتك فصول. ايوه ابني بيهم فصول. اتفضل يا فندم. طيب هنا بقى حضرتك ال 6 مليار اللي انت هتاخدهم او الجزء المضاعف ده. حضرتك عايز 50 مليار مش 6 اول. انا حضرتك عايز ال 50 مليار دول برضو مش عايزهم على سنه، ممكن اخدهم في سنتين او في 3 سنين ماكسيموم يعني. اي فندم. طيب انا هنا هعمل ايه في الباقي؟ قلنا الاتي، احنا عندنا مشروع طرحناه بشكل اللي انا بقوله ده لاول مره انه يطرح بالشكل ده. قلنا احنا ممكن ننفتح على القطاع الاستثماري او القطاع الخاص. بس بشكل مختلف شويه عن اللي الناس ألفته. اللي هو مثلا ناس بتبني مدارس خاصه، اللي عايز يبني مدارس خاصه احنا ما بنمنعوش يتفضل. اللي عايز يتبرع بقطعه ارض اهلا وسهلا. اللي عايز يجي يبني مدرسه لوجه الله برضه اهلا وسهلا. كل ده احنا ما بنتكلمش فيه، وان طبعا احنا بنرحب بيه، لكن مش هو ده اللي احنا نقصده. احنا قلنا احنا عندنا ارض تمتلكها وزاره التربيه والتعليم اللي هي مخصصه لبناء المدارس. فقلنا لبعض المستثمرين هنطرح عليكم الارض دي، تاخدوا الارض تبنوها، انا اديتك الارض بنظام حق الانتفاع وتبني انت المدرسه. المدرسه لو كانت بتكلف 20 مليون جنيه بثمن الارض، معناها ان انا اديتك الارض مثلا ب 10 وانت هتبني ب 10، يبقى انت عايز ايه؟ عائد على الاستثمار بتاعك اللي هو اللي انت بنيت بيه ال 10 اللي انت بنيت بيهم. فانا هضمن لك العائد على الاستثمار اللي هو العائد الكويس اللي موجود في السوق. بس عشان اديت لك الارض، انت لو كنت هتاخد من الايه الطالب اللي هيتقدم لك 10 فهتاخد 5، لانك انت الارض مش انت اللي ايه وفرتها. حسبناها لقيناها بتدور حوالين المبالغ اللي بتدفع في المدارس المتميزه الرسميه اللي كنا بنسميها التجريبيه للغات او النموذجيه. هي نفس اللي الكلام. نعم. اذا انا هنا ممكن اقدم مدرسه بنفس تقريبا المبلغ اللي الطالب بيدفعه في المدارس دي. وفي نفس الوقت انا كدوله انا هوفر الموازنه بتاعتي، انا بقى هروح ابني بها للفقراء وللغلابه. وده بقى حضرتك هبني بيه فين؟ هطرح الاراضي دي في المدن اللي فيها الطبقه المتوسطه
اللي عاملين عندي ويتنج ليست على المدارس الرسميه للغات لدرجه فعلا مفزعه. يعني انا عايز اقول لك ما عنديش مدرسه في مصر على مسؤوليتي وحضرتك وانا بخاطب الراي العام اهو سامعني يعني ما عنديش مدرسه رسميه للغات في مصر ما فيش عليها ويتنج ليست. عندي في القاهره لوحدها بعد الدراسه ما بدات السنه دي بشهر ونص انا كان عندي ويتنج ليست عشان يدخلوا الكي جي بتاعه المدارس الرسميه للغات 45,000 طفل. انا اللحظه اللي انا لسه مع حضرتك فيها دي عندي 9,000 طفل مقيدين على المدارس العربي اللي هي المدارس الحكوميه العاديه وعاملين نفسهم ويتنج ليست على مدارس المدارس الرسميه للغات. اذا النوع ده من المدارس له زباين له ناس عايزينه. نعم. انا بدل ما ابنيه انا بقى كحكومه بفلوس الحكومه انا ببنيه بفلوس المستثمر بنفس المصروفات اللي بتدفع ومش هيتحمل الاسر مش هتتحمل ولا ما هتتحمل نفس اللي بتتحمل نفس اللي هتدفعه هناك. الله يبارك فيك. هو ده العبقريه في الموضوع. بيبقى هنا بقى ايه المستثمر مستفيد لانه ضمن استثمار امن وفي نفس الوقت انا ضمنت له عائد على اللي هو بيصرفه ده عائد امن عائد استثماري امن. وبعدين انا كحكومه بستفيد وان هو بنى المدرسه ما كلفنيش وشغل فيها المدرس ما كلفنيش او المدرسين وما كلفنيش وبيعمل لها صيانه وما كلفنيش وبعد 30 او 40 سنه بيرجعها لي. ما فيش حق تمليك هنا. لا ده حق انتفاع. حق انتفاع. تمام. هو بيرجع فلوسه في خلال فتره زمنيه معينه راس المال بتاعه. نعم. وبياخد العائد على الاستثمار على مدار ال 30 او ال 40 سنه. نعم. وبعدين لو يحب يواصل في المدرسه بعد كده من خلال عقد للاداره، عقد اداره. وبنقدم لاولياء الامور ولادكم محدش هيبقى منتظر انه يدخل مدرسه، مدارس موجوده. المدارس موجوده للي يحب النوع ده من المدارس. طيب افترض الفلوس بقى بتاعت الحكومه. هعمل بقى انا ايه بقى؟ عشان نعرف ان الكل مستفيد. ابني. هروح بقى ابني للمناطق المحرومه. والمناطق القبليه والوديان والقرى اللي هي محتاجه الحكومه تروح تحط ايدها فيها. اللي هم حوالي 1,700,000 واحد. لا اكتر، ده دول المليون و700,000 دول المناطق المحرومه بس. محرومه بس. انما انا بتكلم بقى حضرتك برضو في اماكن تانية زي القرى وخلافه. اللي المستثمر ما ينفعش يبني فيها لانه لو بنى هناك ما حدش هيروح له. يبقى اذا هنا المواطن اللي هو الطبقات الاجتماعيه الاقل حظا شويه مستفيده لان انا هبني لها بفلوس الحكومه. والطبقات المتوسطة اللي هتروح تدفع المبلغ المتوسط ده اللي هم عاملين ويتنج ليست عندي وعاملين عليها ضغط في مدارس اللغات هيلاقوا لهم مدارس من النوع ده. وبالتالي والحكومة كمان انك انت شوية بتساعد اللي الموازنة بتاعت اللي الدولة. نعم. يبقى اذا ده رؤيتنا احنا لحل مشكلة الكثافات الطلابية والابنية التعليمية سواء من خلال التمويل الحكومي او من خلال التعاون مع خاص القطاع